السلام عليكم، مساء النور، مساء الخير عليكم يا وجوه الخير، ونتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات ما نفكاش من هاد اليوتيوب، معكم والزمن طويل انا كندير المجهود والكمال لله، واخا كيف ما قلت لكم مؤخرا كيجوني رسائل اختي امينه ما المشاهدات هبطت، مالكي على حالك؟ شنو واقع لك في القناه؟ البنات ما واقع حتى شي حاجه والله، الا غير مساله رزق وصافي. الحمد لله هاد شهر رمضان الكريم كيدوز بحال هكا في المشاهدات عندي انايا، ما عرفتش واش من عند الله ولا من عند العبد، مي راني مستمره معاكم. فاش كتكون القضيه طالعه راه حنا نكونوا فرحانين، ولكن ما كتكونش راه الانسان كيبقى فيه الحال، ولكن ماشي مشكل، هادشي كيف ما قلت لكم كيبقى غير ارزاق وصافي واذواق بطبيعه الحال. المهم على كل حال اليوم معنا واحد القصه يا البنات، غادي تعلمكم معنى الوفاء، معنى الوفاء كي داير، وما غاديش تبقاو اوفياء حتى شي واحد. علاش؟ لان اللي كديري فيه الثقه وكتحاولي انك تضحي بزاف ديال الامور على قبله ما كيستحقش انك تضحي عليه نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. فهاد القصه غادي توضح لكم المعنى ديال كلامي. قصه ديال اليوم غادي ندخلوا فيها مباشره وغادي نبداها لكم على بركه الله. السلام عليكم، سميتي نوره وفي العمر ديالي 46 سنه، واليوم جيت نعاود لكم القصه ديالي. القصه ديالي اللي بطبيعه الحال غادي يبقى فيكم الحال، واكثر حاجه غادي يبقى فيكم الحال منها هي انايا، حيت انا بحال اي امراه مسكينه تحرمت من الذريه الصالحه، وبغيت حتى انا نفرح راجلي كحال العفطه كيف ما كتقول اختي امينه، وتا هو يدير وليداتو نصلبو، ولكن كنا وكنتو وسرنا وسرتو. غادي نبدا لكم البنات الحكايه ديالي من الاول. انا يتيمه الابوين وهي هالبنات، وهذا ما زاد الطين بله، لاني ما عندي حد اللي يهضر عليا من غير ربي الحبيب سبحانه وتعالى، هو اللي حاس بيا وحسبنا الله ونعم الوكيل. المهم انا تربيت غير مع واحد عمي وواحد مرات عمي، اللي الصراحه دوزو عليا اللي ما كيدوز على حتى شي واحد، وراكم عارفين الانسان ملي كيكون يتيم كيفاش كيوقع عليه. انا هي البنت الوحيده عند والديا، الام ديالي مسكينه توفات ملي ولدتني، اما الوالد ما طولش بزاف وتا هو توفى بواحد الحادث سير وما عاودش الزواج. تكفلوا بيا عمي واحد مرات عمي. عمي في الاول كان كيتعامل معايا مزيان وكان حنين فيا، ولكن ملي بديت كنكبر ولات مرات عمي كتبني لي معاه المناتف، دائما كتبرى له مني وكتقول ليه بنت خوك وبنت خوك وبنت خوك وبنت خوك، دايره وفعله وتاركه. هاد مرات عمي اللي دوزاتو عليا راه والله العظيم ما كنظنش ان شي وحده في هاد الدنيا او شي وحده دازت في سمح حكايتي عانت المعاناه اللي عانيتها انا. راه اختي امينه قسما بالله كواتني من الفرش ديالي بالفرشيطه وبالموس، ماشي غير مره ماشي غير جوج. دابا حاليا انايا عندي اثار الحروق في الجسم ديالي كامل، والسبب هي مرات عمي. فاش كانت كتسخن الموس حتى كيحمر وكتحطو لي في المناطق الحساسه ديالي، كنت كنمرض بالشهر بشهرين كنشدو في الفراش. اما فاش عمي كيبغي يدافع عليا وكيقول لي هلا، كتبقى تغوت عليه وكتقول ليه بلي طيب بنت خوك كون عطيتيها لخوتك الاخرين يربيوها. عمامي الاخرين حتى واحد ما عقل عليا. اما بالنسبه لخوالتاتي كانت عندي خاله وحده وكانت في اوروبا ما عايشاش في المغرب، وكانت الصراحه بغات تديني معاها ولكن ما بغاوش يعطوني ليها، وخافوني نمشي لاوروبا وندير لاباس ونشمتهم. المهم بقيت مع داك مرات عمي، كنت الخدامه ديالها، العدو اللدوده ديالها، مع ما كانتش كتحمل امي، ومن نهار دخلت عليهم امي ما كانوش كيحملوا فيها الشعره، وهادشي كانت عودته ليا خالتي من بعد. ما عندي لا حنه ولا جدي، مقطوعه من شجره. صافي بقيت مع داك مرات عمي ملي كانت في العمر ديالي 8 سنين وانا معاهم، حيت فاش توفى الاب ديالي انا كنت كنعقل، اما الام ديالي ولدتني وتوفات مسكينه ما كنعرفهاش. صافي هي هذيك، الوالد ديالي مسكين ما بغاش نهائيا يتزوج غير باش ما يجيبش شي مرا اللي تكرفس عليا، ولكن قدر عليه الله وتوفى ومشى في موت الغفله، لانه مسكين ما مرض ما والو، كان تعرض لواحد حادث ومشى هباء منثورا. مسكين بقى فيا بزاف ولكن ما عندنا ما نديرو، كتب عليا المكتب وتربيت مع هاد مرات عمي اللي قلت لكم دوزت عليا القطران المقطر، والله العظيم ماشي ليله ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي 20، كانت كتبيتني في السطح والشا كتصب، ولا كتجلسني كتربطني والشمش الشمش تديها بيديك، ما كانتش كترحمني. علاش؟ تقولوا لي ربما انت كنتي قبيحه وما مزياناش. البنات انا ما غاديش نقول لكم كنت ملاك، انا كنت طفله نقدر نخسر اي حاجه، نقدر نمشي ونتعطل نمشي نتسخر ليها ونتعطل، نقدر ندير اي حاجه نهرس ليها الحاجه، هي اي حاجه كنت كنديرها كانت صغيره ولا كبيره كانت كتعاقبني، وما كتعاقبنيش غير بالضرب،
يا ريت كون كانت كتشدني وتضربني وتعطيني قتلة العصا وتقول لي نوضي تقعدي تخدمي شغلك. لا، هي كانت كتعاقبني بشتى انواع العنف، تقول راني في الحبس. المهم شنو غادي نقول لكم، بقيت كناكل العصا حتى درت في العمر ديالي 16 سنه. فهاد العمر هذا بغات تكركبني باي طريقه. اول واحد جا خطبني قالت لك خصك تزوجي. الصراحه انا ما بغيتش نتزوج، اصلا ما عارفه في الزواج والو، واخا كنت معذبه معاه قلت بلاتي عليا حتى نختار الرجل اللي غادي يستحقني، ما مشيش انا نلوح راسي. وكانت باغيه تزوجني لواحد خوها واحد السكيري منه ما كاين. شنو غادي نقول لكم، قلت لهم انا ما نتزوجش. كاع داك السنوات اللي دوزتهم عليا هاد العذاب في ديك الوقيته وقفت ليها بالمرصد، قلت لها شوفي انا كلشي فرضتي عليا، وملي جيت عندك هنايا مي كانت عندي 8 سنين وانت مدوزه عليا القطران، ودابا هادي 8 سنين وانا عايشه معك، باش تجي تفرضي عليا نتزوج انا بخوك هادي اللي ما تقوليكش. قلت لها فرضتي عليا، درت بزاف ديال الحوايج، عذبتيني ومحنتيني وقرتيني، عيبتي لي الحمي كامل بالشويط، دابا باش تقولي لي تزوجي راه هادي اللي ما تمكنش. هي كانوا عندها بناتها وكبارين عليا وكانوا كيجيو يخطبوها يخطبوهم، كانت كتقول لهم بناتي كيقراو بناتي بغيتهم يوصلوا، وانا خرجتني من المدرسه وما خلاتنيش نكمل تقرايتي، وليت خدامه على بناتها، انا اللي نشقى ليهم وانا اللي رتب ليهم بيوتاتهم وانا اللي نصب ليهم، كنت بحال العبيده تحت رجليهم. الخدامه وراها كتخدم وتخلص على الخدمه ديالها، اما انا كنخدم وكناكل العصا من الفوق. المهم هاد مرات عمي ما غاديش تدخل لقبرها، وانا اختي امينه من هذا المنبر كنقول لك والله ما نسمح لها لا دنيا ولا اخره. عمي مشى راه في دار الحق، راني سامحه له حيت مسكين كان مغلوب على امره، ولكن هي مازال هنايا في الدنيا في الدنيا وفي دار العيب، وما عمرني ما نسمح ليها، وراني تابعه غرابه كحله في السماء، ما عمرني غادي نسمح ليها. هي اللي ضيعتني في حياتي وضيعتني في مستقبلي وفي كل شيء. المهم شنو غادي نقول لكم، انا رفضت داك الزواج، قلت ليها راني ما غاديش نتزوج، بغيتي بغيتي كرهتي كرهتي. المهم وقفت لها بالمرصد ما بغيتش نتزوج. داك النهار هذاك داز عليا كحل ولبس الكحل. المهم شدتني عطاتني صلخه ديال العصا، انا اكثر منها بالطول وكتشدني كتعطيني العصا، وزياده عن ذلك كاينو بناتها كيتعاونوا معها، مع هي عندها غير البنات ما عندهاش الاولاد، وكانت كارهاني، كانت كتقول ليه عندي البنات وزدتي بليتيني بهادي شنو غادي ندير بها، واش غادي نشد بهم العين، مع كانوا عندها اربعه ديال البنات وانا الخامسه. المهم انا ما كنتش بنتها وما محسوباش بناتها، اصلا ما كانتش كتعامل معايا بحال بناتها، ويا ريت كانت كتعامل معايا ولو غير بالربع ديال داك المعامل اللي كانت كتعامل ببناتها. تصوروا البنات ملي كنشوفها كتحن فيهم كتمشط ليهم كتعطيهم يبدلوا كتعامل معاهم زوين بحال اي ام مع بناتها. كنبقى نبكي وكنتفكرت انا ماما، كنقول حتى انا ماما كانت بقات بالحياه كون راها كتمشط ليا وتبدل ليا وانا كراها كتهلا فيا. فاش كبرت الصراحه كاع بناتها كانت تديهم تشري لهم الكسوه، تقد ليهم بزاف ديال الحوايج، تصيفطهم للحمام. انا نهائيا الحمام فاش كتصيفطني حتى كتبغي نحك ليها ولا نحك البنات عاد كتديني معها، النهار كامل كنضل مطوفه في ديك الحمام، كنحك الوحده والاخرى تكون كتساين فيا باش نكمل الاختها ونجي نحك ليها هي. كنت كندوز خمسه ديال العيالات كنحك ليهم على ظهري، وحده اكثر من الاخرى. تصوروا كيطمعوا فيا انا اللي نحك ليهم وانا اللي ندير ليهم الصابون، المهم العذاب وصافي. صافي هذيك في داك الوقيته هذيك كنت تعرفت على واحد الشاب، هاد الشاب هذا غير ولد الجيران كان كيحمق ويتسطى عليا. هاد الولد هذا كان خدام فرماسياني وكان دائما كيصيفط ليا واحد اختو كانت كتقول لي اخويا راه باغيك وهاشنو هاشنو. صراحه حتى انا كان كيعجبني واخا كنت كنشوفو غير من البعيد، حيت مرات عمي كانت حاطه عليا وما كانتش كتحمل فيا الشعره. داك الدري كان تبارك الله بعقلو وزوين، كان عنده شي 30 عام. كل مره كانت كتجي عند اختو كتقول لي راه فلان باغي يهضر معاك وهادي وهادي، ولكن داك الوقيته راكم عارفين اول حاجه ما كانوش التليفونات وكانوا غير البراوات. ديما كانت كتجيب لي البريات وكتقول لي قالك خويا عافاك جاوبيه. انا ما عمرني ما كتبت ليه شي بريه، ولكن واحد النهار قررت انني نكتب ليه بريه. صافي جلست كتبت فيها كاع المشاعر ديالي وداكشي اللي كنحس تجاهه. ايوا فاش عطيتها للبنت توصلها له، هي تلاقى معها بنت عمي في الدروج، تلاقات معها وهي تزول ليها داك الورقه قراتها عرفتني انني مصيفطه ليه بريه. هاد بنت عمي كانت كتحمق على داك الدري، ما عمرو ما عبرها ولا داها فيها. يوم اللي جابت الخبر بلي انا صافي كنبغي هو كيبغيني وباغيني المعقول، جعرت وما بغاتش، مشات عند امها هزتها بردة وسخونة دات ليها داك البريه قراتها عليها. جا عمي قالت ليه بنت خوك هاشنو هاشنو هاشنو،
المهم داروا لي الضو مع الماء وخلاو عمي شدني عطاني قتله ديال العصا، هما خلاو فيا غير داكشي اللي نساو. شنو غادي نقول لكم؟ تسببوا لي انا بالمشاكل وتسببوا سال داك السيد، لدرجه ان عمي مشى عندهم حتى للدار وما خلالوش بالهضره. قال له صاحبي زعما انت بعقلك وراجل وهادي، وحنا كنا حاسبينك زعما بعقلك وهادي، وانت باغي تطيح البنت. قال لي اودي انا ما طيحت لا بنت لا راجل، كيفاش انا طيحت بنت؟ المهم السيد نكر ما اعترفش نهائيا. قال لي وهذا الشيء هذا شنو كنسميه؟ قال لي اودي انا ما عندي خبر لهذا الشيء هذا، ربما غير البنات بعضياتهم راه كيلعبوا ولا ما نعرفوا، ربما دريس انا ماشي ليا انايا. المهم السيد ضربها بنكره، علاش؟ غير باش زعما ما يديوش عليه نظره خايبه. صافي هي هذيك السيد جمع وطبه، جا عمي قال لهم هذاك السيد ما عنده حتى شي دخل في هذا الشيء، وربما داك الرساله كانت مصيفطها لشي واحد اخر. المهم هذيك شويه طمأنت وارتاح بالها. ناضت يا لاله جات لعندي بصقت عليا حاشاكم عمرت فمها بالدفن وبصقاتو لي على وجهي، قالت لي نعلط الله وعليك الدايره يا الفعله، هذاك عارف اني انا اللي كيعجبني ومشيتي ما لقيتي غير هذاك، تقاداو كاع الرجال في الدنيا، بقى لك غير هذاك تشوفي فيه، هي الدايره يا الفعله. المهم انا ما هدرت معاها ما تكلمت معاها، مسحت داك الدفن من وجهي ودعيت فيها غير في نفسي، قلت لها الله ياخذ فيك الحق في الدنيا قبل الاخره. المهم هي هذيك واحد الحقره ما نقولكمش عليها، انا واخا بقى فيا الحال حيت السيد نكر وقال لهم انا ما بيني وبينها حتى شي حاجه، ولكن من بعد دغيا لقى في القلب جوا صيفطني مسكين بريه مع الام ديالو. الام ديالو كنت عزيزه عليها، وكانت انا مقدره ليا ديك السيده من العمر، كانت عزيزه عليا مسكينه، وكانت عارفه الغضب اللي كنت عايشه فيه. واحد النهار جات عند مرات عمي زعما باش تشرح ليها بلي داكشي هذاك ما منو والو، وجابت لي مسكينه واحد البريه في يديها، قالت لي هاكي ديريها تحت منك وعندك يحصلوك. المهم كتب لي اعتذر مني وقال لي انا الصراحه ماشي لخاطري وما بغيتش يديو مني شي نظره خايبه، لانني انا بغيتك الزوج وبغيتك المعقول. المهم بقيت انا وهاد الدري على علاقه غير بالرسائل، وفي قليل فين كيصيفط لي رساله وفين كنلقى الوقت انايا، وباش ما كيكونوش حاطين عليا كنكتب ليه رساله وكنصيفطها اما مع اختو واما كنلوح عليه بالسرجم. المهم كنديروا يعني شتى الطرق باش ما يحصلوناش. بقيت معاه مده ديال عام ونص، ديك العام ونص صافي قال لي انا عييت ما نصبر انا غادي نطلبك من عند عائلتك. فعلا صيفط الوالده ديالو والوالد جاو الصراحه عند عمي ومرات عمي، قالوا لي حنا داك المشكل اللي كان وقع داك العام راه حنا نسيناه، ودابا الى كتب المكتب حنا بغينا نتناسبوا معكم ديال بصح، ولدنا راه باغي البنت وهاشنو هاشنو. هما كان كيحسب ليهم باغي بنت عمي. بنت عمي كانت طارت بالفرحه وجات عندي قالت لي واش شتي؟ ايوا انا عرفت وكان غير كيتفلى عليك حيت انا اللي كنت كنعجبو وانا اللي كان كيشوف فيا. المهم ما ديتهاش فيها حيت انا عارفه جاي يخطبني انايا، وحيت اخر مره صيفط لي رساله قال لي بلي الوقت الفلاني راه غنصيفط الوالد والوالده غادي يهضروا مع عمك ومرات عمك. السيده ما كملتش الفرحه ديالها شويه، عرفت بلي السيد جاي يخطبني انايا ماشي هي. المهم فاش صدقت الخبر ما بغاتش وما قبلت، بغات تشريه للناس من الدار، قالت لهم واش نتوما حمقين؟ هذيك بنت عمي باقا صغيره، ونهار اللي نتزوجوا حنايا عاد داك الساعه هي تزوج، حيت حنايا كبارين عليها، حيت انا بنات عمي جوج كانوا كبارين عليا وهذه كانت هي البكريه. المهم شنو غادي نقول لكم؟ انا ما قلت والو، جبت الطم وسكت وخليت الكبارين هما اللي يهضروا. عمي ما قال والو، قال لي هاودي شنو غادي نقول لكم؟ حنا نتشاوروا مع البنت اللي بغات تزوج الله يسهل. اما مرات عمي دارت العصا في الرويضه، قالت لهم شوفوا انا ما عندي بنت اللي نزوج ولا اللي نطلق، انا بناتي فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، اما هذيك انا ما عندي عليها سلطه، بغى يعطيها لكم عمها منكم ليه، انا ماشي سوقي. صافي خرجت راسها من الزواج ديالي، عيطوا عليا تشاوروا معايا، قلت لهم قابله. صافي هي هذيك مشاو جمعوا المسائل ديالهم جابوا الخطابه ديالهم. داك الوقيته بنت خالتي بغات تنخر الدم لدرجه انها تشدت معايا جوج مرات وانا كنتلوشو انا ويا على والو. واحد النهار كنت كنسيق جات خوات لي السطل ديال الماء وانا كنت نشفت، ملي هضرت معاها قالت لي قد ترشاك تهضري وهادي ضربه وهادي، وانا اللي كنحكم هنا ماشي انتيا. نضنا كنهضروا انا وياها من هنا لهنا وهي تمطاني بالتريشه، ما نكذبش عليكم انا ما خليتش دقتي، عطيتها ولا عطي الله. المره الثانيه عاوتاني كانت الليله ديال الحنه ديالي ويلاه كنوجد وغادي نمشي للحمام باش غادي ندير الحنه، حيت داك الوقيته كنا صافي جمعنا ورقينا وعقدت انا وداك الفرماسياني. السيده بغات تشعر ما عجبهاش الحال، ايوا انا تبعت فيا عريقه وشبعت فيا سبان لدرجه كاع الجيران داك النهار تفرجوا علينا، وكاع الناس عيبوا عليهم قالوا لهم حشومه عليكم، هذه مسكينه غير يتيمه، الا درتو فيها الخير وصفتوها الضرر عندكم الاجر. مع داك الجيران كاملين كانوا عارفيني داك الكنار اللي كنت عايشه فيه مع عمي ومراته. المهم شنو غادي نقول لكم؟ عمي مسكين كيف ما قلت لكم الله يرحمه ويوسع عليه يدير ويبقي، اما مراته وبناتها والله العظيم الا كانوا جنون الكحل ما كيحملوا فيا الشعره. هي هذيك
جمعت راسي واخا داك النهار تنتفنا انا وياه، والله العظيم الا ضربتني مشيت عروسه لدار راجلي مضروبه على عيني زرقاء. عطاتني واحد الضربه بالعاني باش تخسر لي وجهي، جاب الله غطيتو داك الشيء الصعب بالمكياج. ايوا هي هذيك درنا واحد العريس غير على قد الحال، انا ما دارت لي لا عرس لا والو مرت عمي، قالت لي لا لا انا ما عندي ما نخسر عليك، دارت واحد السويديقه. المهم داك الشيء اللي قسم الله، وداك السويديقه داروها بالصدق ديالي، يعني الصدق ديالي شات منه غير شي حاجه والاخر كله صرفوه هما على يديهم. صافي مشيت عند راجلي تهنيت منهم وقلت اللهم لك الحمد، على الاقل طحت مع واحد العائله كيعرفوا ربي وكيخافوا منه. صراحة كانوا كيتعاملوا معايا مزيان وعوضوني كاع على داك السنين اللي دازت خايبة في حياتي. انا واخا تهنيت منهم بقى عندي واحد المشكل، اللي هو اننا كنا ساكنين في نفس الحومة مع داك مرات عمي. شنو غادي نقول لكم، ولات الحياة ديالي شبه مستحيلة في ديك الحومة، حيت دائما عقوسي كانت كتلقى داك الشيء مرشوش في الباب وكانت كتقول لي بنتي حنا هادشي ما عمره ما كان كيوقع لينا. عاد الناس كانوا كيشوفوا داك بنت عمي هي اللي كانت كترش لينا شي حاجة في الباب، لدرجة أنني حملت 4 ديال المرات وكانوا يطيحوا ليا، كنت غادي نحمق وغادي نتسطى. أما راجلي ما قدروش نهائيا يديروا له شي حاجة باش يبعدوه عليا، كنت عزيزة عليه وكان كيحمق عليا ولحد الان كيبغيني وكيحمق عليا، ولكن شاءت قدر اننا نتفارقوا. المهم اني جايكم في الحكايه ديالي. صافي هي هذيك، بقيت انايا على حالي، فين ما كنحمل ما كيكملش ربي، اما كيموتوا لي على شهرين، اما كيموتوا لي على 4 شهور، اما كنوصل شهري التاسع صافي كيجبدوا لي بنادم ميت من كرشي. المهم دازت عليا هذه عكوسي مسكينه، ما خلات بيا لا حاحه ولا ملاحه، واللي كانوا كيقولوا ليها كانت كتجربها فيا، ما خلينا فين ما مشينا. قالوا لينا الاطباء درنا عليهم بالواحد، قالوا لينا العشوب ما خلينا ما جربنا، قالوا لينا الله يسمح علينا الكزانات الشوافات والفقه مشينا ليهم، قالوا لي الرقيه الشرعيه درتها، قالوا لي التابعه جيت تبات عليها، ولكن والو. اللي كان فيا فيا، الوليدات ما صدقوا ليش. صافي حتى من بعد وليت كنمشي عند الطبيب كيقول لي داكشي ما كان في العش ديالك، صافي ما بقى في عشك حتى شي حاجه، انت ما عادش تقدري تولدي مازال. فعلا بقيت مزوجه براجلي 7 سنين، فهاد في 7 سنين هادي وقعوا بزاف ديال الحوايج، من بيناتهم ان عمي مسكين مات الله يرحمه ويوسع عليه. مرات عمي كان قاسها واحد المرض في الراس، كانت كتجري في الطبيب حتى قالوا لها بلي عندك المرض الخايب في راسك، ولحد الان باقا عايشه وعايشه بداك المرض ومازال اش غادي نقول لكم كتموت 7000 مره في النهار ومازال الروح كطيح كطلع وتنزل فيها، وداك الشيء كامل بسبب داك الشيء اللي كانت كدير ليا. بالنسبه البنات عمي كلهم تزوجوا الا داك العقروشه هذيك اللي بقات مع امها، شنقاب والله يا البنات الا شنقاب، قبيحه 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 وتحمل الدم تسنانها وما تحملنيش انايا، رغم ان العلاقه ديالي معاهم من بعد ولات مزيانه، كنمشي عندهم كيجيو عندي، وخا الصراحه شافوها الناس كدير ليا السحور في الباب كترش لينا العجب في الباب، ولكن ما عمرنا واجهناهم ولا قلنا ليها علاش كديري ولا علاش كتفعلي. راجلي كيقول لي انا الا درتي الخير فيا وفي راسك هي تبعدي من دوك العائله وخا عائلتك، كنقول ليه انا يتيمه ومقطوعه من الشجره وهذوك هما عائلتي، شنو بغيتي مازال شنو بغيتيني، انا ما عندي لا ولد لا لا لا, لا بنت لا حتى شي حاجه، عندي غير ربي الحبيب ودوك العائله. صراحه انا واخا ما كانوش كيحملوني ودوزوا عليا المقدره المقدر، رغم ذلك ما كنتش كنلقى على من نحط الراس وكنوليت على عندهم. صافي بقينا سنوات وسنوات وسنوات، انا ما جابليش الله الوليدات، كملت مع راجلي 15 عام وهي خواتاتي 15 عام وانا عايشه مع هذا الراجل وما جابليش الله الوليدات. من بعد لقيت السيد كيميل الوليدات، واخا في الاول كان كيقول لي معليش وهادي وهادي ونتبنى ونشوفوا شي ولد نربيوه، ولكن سبحان الله المو كانت كتقول ليها وليدي من موت انا ودفني عاد ربي شي ولد من الخيريه، محدني انا عايشه كتنفس ما تجيبش شي ولد الناس ربيه. مو شحال من مره هضرت معايا قالت لي بنيتي خلي راجلك يتزوج، ملا ما كانوش عندك انت الوليدات ولدي انا راه قادر يولد، كانت كتقولها لي زعما بطريقه فنيه. كنت كنقول لها خالتي واش انا ولدك قال عليه الزواج راه هو اللي ما بغاش، فعلا البنات كنت كنعياه فيه، كنقول له تزوج ولد وليداتك شنو غادي يوقع مازال، يعني الا ما تزوجتيش غتبقاو بلا ولاد، انا ها انت ما عنديش كيفاش غادي ندير نولدك اللي عطى الله هو هذا كلشي على عينك، انت تبقى بلا ولاد راه بزاف، يعني هادي سنين وانتيا مزوج بيا وما جابش الله شنو كتعاين مازال. كان كيقول لي انت ماشي سوقك انا ما بغيت ولاد، كانوا هو مسكين عنده غير خواتاتو البنات كلهم تزوجوا داروا ديورهم، هو الوحيد اللي ولد في وسط 6 ديال البنات. اما الويساتي كل مره كانوا كيجيو عندي كيقولوا لي خلي خويا يتزوج واش خويا يبقاو بلا ولاد، كنت كنقول لهم انا خوكم ها هو من غدا الا بغى يتزوج انا مستعده انا نزوجو انا نخطب ليه. فديك الوقيته
بنت عمي كانت ساقت لي الخبر باللي كان باغا نزوج راجلي، ولات كتحوم عليا هاد النهار غدا هاد النهار غدا. شنو غادي نقول لكم؟ حتى ما عرفتش واش دارت لي شي حاجه ولا الله اعلم. وليت كنهضر بها، كناكل بها، كنشرب بها، كننعس بها. المهم وليت كنزلزل راجلي في راسو، قلت له علو ما هنا غير تنوض تزوج وربي كبير. هو الصراحه ما بغاش يتزوج نهائيا، وبالخصوص من اللي اقترحت عليه العروسه. قلت ليه شتي ما غاديش نجيب لك شي وحده برانيه، انا ما غاديش نلقى احسن من بنت عمي. قال لي هذيك بنت عمك اللي كانت مدوزه عليك وبدا كيحسب ليا. قلت ليه شوف داكشي كيبقى في الماضي، وحنا كنا غير صغارات وهي كانت بالعقل وانا كذلك، ما عرفنا العيب فاش كان فيا ولا فيها. دابا اللي عطى الله عطاه، دابا هي راها رضخت الامر الواقع وما بقاتش كيما ما كانت، قبيحه وما مزياناش، وهانت كتشوف لا التعامل ديالها معايا ولا معاك انت. قال لي شوفي انا داك خيتي ما كنثقش فيها، دبر راسك. قال لي انا ما نتزوجش بها، اختاري لي اي وحده الا هذيك اللي ما تجيبيها ليش. قلت لي انا عاوتاني والله بالحرام عليا وحده ما تدخل عند عليك، الا ما كانتش هذيك بنت عمي اللي غادي تزوج بها انا غير طلقني مشي بحالاتي. هي فيا يا هاد المراه هذيك، الله يا هاد المراه تفكري غير داكشي اللي كانت دوزت عليك يا هاد المراه. قلت ليه والو من بنت عمي نخلق. قال لي شوفي تشوفي. قلت ليه والو من بنت عمي نخلق. شبعت خواتاتو، مو داك الساعه مسكينه كانت مريضه، كانت كتقول لها وليدي تزوج بها واخا كيف ما بغات تكون، هي تولد لك وليدات ولا ما تفهمتيش انت وياها صيفطها لدار باها. قال لها مو واش نجيب انا بنت الناس نتعدى عليها وتعدى عليا؟ نهضرو في المعقول. كتقول لها وليدي عطيتك الرضا وغطيت لك الرضا وفرشت لك الرضا وليدي، لما نضج مع راسك وتزوج ولد وليداتك انا راني على فراش الموت، بغيت نشوف غير وليداتك غير نبوسهم ونعنقهم قبل ما نموت. السيد بحال تحط في واحد الموقف وبحال ضغطنا عليه. قلت ليه صافي ما كاينش شي وحده اللي غادي تدخل عليا درا من غير بنت عمي، بغيتي مرحبا ما بغيتيش انا غادي نسمح في الجمل بما حمل ونشوف فين نرد راسي. ايوا السيد صافي ما لقى ما يقول، قال لك دبر راسك اللي بغيتي ديريها، ولكن عندك غدا ولا بعد غدا تندمي. كنت كنقول ليه ما عندي علاش نندم، ها هي عايشه معايا ناكلو طريف ديال الخبز كيف ما كناكلو انا تاكلو حتى هي، وهي تولد وانا نربي، وراه كيف ما كان الحال راه بنت عمي ما غادي تدوزني ما غادي ندوزها. واللهم تدي بنت عمي تولد وليدات ويكونوا من دمي ولحمي، ولا تجيب شي وحده برانيه عليا. هي ملي سقت الخبار ولات السيده دايراني في ظهرها وكدير لي نيه مومو، ولات حطاني على كفوف الراحه. شنو غادي نقول لكم؟ كتهضر معايا غير بلا لختي لا لختي لا لختي، ما كتقوليش سميتي لا لختي، هذا هو مفهومها. ايوا شنو غادي نقول لكم؟ مشيت عندها هضرت معاها، قلت ليها فلانه، قالت لي نعم. قلت ليها انا راني هاشنو الراجل راه ما بغاش يتزوج، وانا راه قلت ليه انتيا ولا انا غادي نخوي هاد المدينه كامله. ايوا عنقتني وشكرتني وقالت لي اختي وتا انا ان شاء الله ما غاديش نحشمك، وتا انا انت كتشوفي كبرت في دار با وخواتي كلشي تزوجوا داروا وليداتهم وانا مازال، وتا انا ما يقبل عليا حد وراني قابله عليكم كيف ما قبلتوا عليا. قلت ليها شوفي ديري غير عقلك وكوني انسانه داخله سوق راسك، وما غيخصك ان شاء الله حتى شي خير، وحسبيني انا راني اختك، وانا اصلا اختك تربينا شي معاشي، وانت هي الكبيره ديال خواتاتك، وكبرنا انا وياك اكثر ما كبرت معاهم هما. قلت لها دابا انت اللي تحسي بيا ونحس بك. قالت لي كونك هاني اختي وانا نولد وانت ربي، غير الله يعطيهم لنا وصافي. المهم شنو داك نقول لكم، ديك الوقيته انا كانت عندي 40 عام وهي كانت عندها واقيلا 38. المهم كانت كتجيها العاده الشهريه، وحتى انا كانت كتجيني العاده الشهريه صراحه. انا واخا كان كيقول لي الطبيب بلي صافي العش ديالي ديال الولده تقاضى، كنت مازال عندي امل في الله، ولكن دائما الامل كنت دايره على بنت عمي ان هي اللي غادي تولد وانا غادي نربي معها. ايوا هي هذيك جبت السيده للدار، درنا ليها واحد الحفله على قد الحال بطبيعه الحال بعد ما داروا العقد ديالهم، واخا بقى فيا الحال وبكيت. المهم وجدت لها البيت ديالها، كل شيء داز على احسن ما يرام. جاو خواتها توقفوا معاه الصراحه، عاونونا ماديا ومعنويا، درنا واحد الحفله بسيطه حضروا فيها الجيران كاع. الجيران الصراحه ما عجبهمش الحال، حتى العائله ديالو ولا ديالنا كل شيء قالوا لي علاش مشيتي كتجيبي بنت عمك، كان مشيتي جبتي وحده برانيه وما تجيبيلوش بنت عمك. ايوا شنو غادي نقول لكم البنات؟ انا قلت دبر راسها ماشي مشكل، عفا الله عما سالف. جبتها لراجلي ودخلتها عروسه لداري ودخلتها درا في وسط منا. المهم شنو غادي نقول لكم؟ وانا فرحانه وخا في القلب ديالي كنتقطع من الداخل، قلت ماشي مشكل مادام راجلي ولد وليداته انا ما عنديش المشكل. ايوا هي هذيك جبت السيده درت فيها النيه. السيده كتست معنا الشهر الاول بخير مزيانه، السيد كيعدل بيناتنا. الشهر الثاني كذلك، الثالث، السيده غير سخنت بلاصتها وهي خرجت على نيابها. شنو غادي نقول لكم؟ كانت كدير لي بحال الجفاف السيده، ولات كتامر فيا وكتني لا انا ولا عقوسي. اما الويساتي فاش كيجيو للدار
اش غادي نقول لكم، كانوا ما كيحملوش الجلسه معاها وديما كيمشيو كيستعطوا لنا. المهم كانوا كيقولوا لي انت ما لقيتي باش تبلي راسك وتبلينا غير بهذه المصيبه الكحله، انت عارفه كي دايره لا جايبها الخونة. كنت كنقول لهم ياك نتوما اللي كنتو كتقولوا لي زوجيه 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 وانا زوجته، كانوا كيقولوا لي كان اختاريتي اي وحده، كمشيتي شي حبس وجبتي شي وحده من وسط الحبس ولا شي عاهره من وسط البار، وما تجيبيش هاد بنت عمك هادي الله يعطيها العمى، راه عمات لينا البصيره حتى ما بقيناش كنقدروا نجيو لدار والدينا. صافي هي هذيك، هو الصراحه ما كان لا كيهضر ولا كيتكلم، كان كينوض بيني وبينه نقاش، هي ساكت بحال اللي واكل شي لسان ديال شي ضبع، سيد غير ساكت وما كيهضر ما كينطق. المهم السيده دوزت كما قلت لكم واحد 6 شهور معانا، صافي وهي تبين على عيبها، ولات كدير المستحيل باش دير معايا الصداع. من بعد بدينا كنتسناو السيده دابا تحمل هذا النهار، تحمل غدا، تحمل هذا النهار، تحمل غدا، تحمل. عقوسي مسكينه ما فرحت لا بولاد ولادها ولا والو، مسكينه وفتها المنيه قبل ما تفرح بيهم. المهم هي مات صغير بالفقصة، واخا كانت مسكينة مريضة وكانت شادة الفراش كانت كتفقص هذاك مرت ولدها اللي هي بنت عمي، وكانت طل نهار ما طل وهي تهز كفوفها السما وتدعي فيها وكتقول لها الله يعطيك البلال كحل كتبلينا بك، الله يدير لك والله يفعل لك والله يعطيك السخط. ما كانتش كتخلي لها بالدعاوي، السيدة كانت دايرة علينا حدندن، اللي كيخدمها راجلي في الشهر كتجي كتشدها مع راجلي مسكين كان خدام في واحد الفرماسيني خدامي، في واحد الفرماسيني مع واحد الفرماسيني خدام عنده، وراكم عارفين الخلصات الفرماسيني كيفاش كتكون دايرة. واخا كانت عنده واحد التجربه وواحد الفتره طويله في داك الفرماسيان، الا وانه كان كيتقاضى واحد الاجره اللي بسيطه وعلى قد الحال، ايوا كانت كتشد دوك الفلوس كتمشي كدي امها كداويها مع قلت لكم مرات عمي اللي يعطيهم العمى كاملين مريضه بمرض السرطان، ودائما فلوسنا كتمشي غير عند الطبيب. اما حنايا ما بقيناش عارفين طعم السعاده في الدار كي دايره. السيد من بعد ما كان كيعطيني حتى انا حقي ما بقاش كيشوف فيا، تبدل عليا 180 درجه. كنت كنقول ليه يا كافله انا زوجتك زعما باش تفرح في حياتك وتكون سعيد، كيقول لي شوفي شتي انتيا خرجتي عليا بهاد التجويجه الله ياخذ فيك الحق. هادشي ما كان كيقول ليا، كان حاس براسو شي حاجه ماشي هي هذيك كتوقع، وانا براسي ما كنتش عارفاها. المهم دوزت عليا القطران، واحد المره نهار قالت لينا راني حامله، قلت الحمد لله يا ربي الا كانت حامله بعد على الاقل على الاقل نتفوا منها ولد ولا بنت وتمشي بحالتها، ولكن كان عندها داك الوهم الوهمي كيف ما كيقولوا، غير غيبتها الدوره الشهريه هي صافي قالت راني حامله. الشهر الاول الثاني الثالث السيده قلت لها نوضي سيري شوفي الطبيب، انت كتقولي حامله وانت مازال ما شتي الطبيب، كتقول لي وبركه غير الدم ما كتجينيش وهادي وهادي. كنت كنقول لها شوفي شحال من وحده ما كتجادش العاده الشهريه وما كتكونش حامله، سيري شوفي الطبيب. كتقول لي ايوا انا عارفك مسمومه واش غادي تبغي لي الخير حيت انت عاكره حسابك الناس كاملين عاكرات بحالك. قلت لها واختي الله يجازيك بالخير شكرا. المهم نهار مشات شافت الطبيب جات ما قالت والو، جابت الصمت حيت عارفه راسها ما حامله ما والو. ايوا بقينا كنتسناو هذا النهار غدا بعدو تدارت السيده 5 شهور. واحد النهار قلت لها فلانه، قالت لي نعم. قلت لها هو فين هاد الحموليه؟ شتك ما بانت لك لا كرش ما بان لك صدار، مع السيده ضعيفه دايره بحال وحيد، يعني المراه الحامله راه كتبان لها الكرش في كيبانوا فيها الاعراض، السيده والو لا وحمت وحمات كعباد الله لا كرش عندها كعباد الله. او في الاخر قالت لي ايوا انا ما حاملاش. قلت لها كيفاش ما حاملاش؟ دخلوا الحمام بحال خروجو، على دابا حنا كتردينا ضحكه. قالت لك ما حاملاش، انا راه غير غبتني العاده الشهريه وما عرفت المشكل اللي عندي، وراه الطبيب قال لي عندك واحد الكيس. ايه قلت لها عندك الكيس وكتقولي لنا حامله؟ قالت لي ايوا اللي تشفيت بلا. قلت لها انا ما تشفيتش فيك، كان عليك في الاول قولي لنا راه ما حاملاش واشنو عندي اشنو عندي. المهم راه فاش صدق الخبر بحال تصدم وما عجبوش الحال، قال لك انا ربي ما كتبليش الوليدات معاك، علاش نوضتي بليتيني بهذه المصيبه الكحله؟ ما كانش كيحمل فيا الشعره بحال ولا كيكرهني، ماشي داك الكره من قلبه، انا كنت عارفه بحال غير حقد على داك الوضعيه وصافي، حيت تزوج بواحد الانسان ما كيبغيهاش، زائد بحال كان كيعاشر هذيك المعاشره فوق الخطر ديالو، ما كانش عنده معاها حتى شحال هذه. المهم هي هذيك بقات السيده معنا تقريبا عام ونص والو، العام اللي يجي لقاها مازال ما حامله ما والو، حتى العاده الشهريه ما بقاتش كتجيها، كانت كتقول لنا حقه ما حقه عندي الكيس هو اللي مخربق لي الهرمونات. ايوا كنطلبوا لها واحد العمليه مشات دارتها، قالوا ليها 50% تولي 50% لا، حيت كانت قلعت واحد القرن للوالده وبقى لها غير قرن واحد. المهم السيده فين ما تنوض كتعايرني بالعكر، كتقول لي انا الحمد لله على الاقل الطبيب عطاني واحد النسبه ديال انني نحمل، اما انت راه قطعوها لك من الياس. شنو غادي نقول لكم، كنت كنضل نبكي ونتحسر على راسي، كنقول شوف انا سيدي ربي ما بغانيش نفرح، وهاني تزاديت يتيمه وبقى يتيمه وغادي نكبر يتيمه وغادي نموت يتيمه،
كنت كنتمنى يكونوا عندي ولاد وليداتي نديرهم خوتي وخواتاتي، ولكن ربي ما بغاليش. بقينا هكاك حتى لواحد النهار اللي غادي نصبح مريضه، ما قاده لا نوقف رجليا ما كيهزونيش. المهم ما خرجتش من بيتي داك النهار، داك النهار كامل ناضت هي خدمه الشغل ما داتهاش فيا حتى العشيه، وهي جهه الفضول قرقبت عليا قالت لي مالكي راه العصر وانت مازال ما فقتيش من بلاصتك، شنو كاينك لاباس؟ قلت لها راني عيانه ما عرفتش مالي. قالت لي مالك ياك لاباس شنو عندك؟ قلت لها شداني الصحفه من راس قلبي. قالت لي ونوضي نوضي من تما بركه من العجز. هي داك النهار كانت النوبه ديالها، حيت حنا كنا كنديروا النوبه على الدار، نهار كتخدم هي الشغل نهار كنخدموا انا. المهم النهار عندها هي روب وما كتخدم فيها حتى حاجه، الكاس ما كتهزوش، وكتكون هذيك هي الليله مع راجلها، وانا عاوتاني كذلك ومثال. الا كان عندي داك النهار الشغل كامل داك الليله ما كنكون غير بوحدي، الراجل كيكون معاها هي. هكاك السيستم اللي كنا غاديين عليه انا وياها، كل وحده كتخدم شغلها وديها في راسها، واخا ما كناش كنتفاهموا انا وياها اغلب الاحيان كتلقانا متناقرين. هي هذيك نطت انايا الوقفه باش كنوقف كنجي من السما للارض، سمعت هي داك الشيء دار زداف، دخلت كتجري لقاتني انا طايحه، عيطت لراجلي جا كيجري من الفرماسيان، والله الا جا مسكين بالطبليه ديالو لقاها فيقاتني. المهم رشت لي الماء على وجهي، درت لي السوارت في يدي، شط لي الريحه. المهم فيقاتني لقاها زعما معايا واقفه معايا، قال لي مالا؟ قلت لها ودي ما نعرف راها كيفاش، ها كيفاش النهار كامله وهي ناعسه وفاش نوضتها قالك ملي جات تنوض راه جات الدوخه وطاحت. تم هزني راجلي داني المستعجلات، سولوني قالوا لي واش ما حاملاش، قلت لهم لا. شحال اخر مره فين جاتك الدوره؟ قلت لهم عاد ماشي بزاف، عاد كانت عليا بيني وبينكم ما كنتش حتى كنحس بها، وكانت كتجيني منتظمه زعما الصراحه. صافي هي هذيك داروا لي بعد التحاليل، داروا لي بعد الفحوصات، داروا لي واحد السيروم، داروا لي داك التحليلات تما في المستعجلات، طلعت باللي انا حامله وهي خواتاتي، طلعت انا حامله. فاش قالوها الراجل راه جيت تصدم، ما عرفتش واش يتيق ولا يكذب. قال لي الطبيب راه المدام حامله، قال لي ما يمكنش، قال لي كيفاش ما يمكنش ياك انت راجلها؟ قال لي اه راجلها. قال لي مرتك حامله واش عندك وليدات؟ قال لي لا. قال لي ما عمرها ما ولدت؟ قال لي لا. قال لي واش شفتك بحال مصدوم؟ قال لي اه حيت انا فعلا مصدوم. احنا الطبيب شنو قال لنا؟ شنو قال لنا؟ وراه مرتي طيحت بزاف ديال الكروش، وقال لي هذاك الشيء ما كان عندك في العش ديالك راه ما بقاولكش الوليدات. وقال لي انا حاليا متزوج المرأة الثانيه على قبل الوليدات. قال لي رحمه الله كبيره وواسعه، ولا كانت هاد المرأة وقفت معك وزوجاتك ربي سبحانه وتعالى ما بغاش يحرمها من الذريه. ايوا شنو غادي نقول لكم؟ جا راجلي زف لي داك الخبر، ما نكذبش عليكم بكيت بالفرحه وعنكت وما تيقتش راسي. ايوا ملي سقط درتي ليا بنت عمي الخبر، بغات نخر الدم وما عجبهاش الحال، كانت كدير المستحيل باش نطيح انا داك الكرش، ولكن ربي ما وفقهاش. صافي هي هذيك فاش لقاها راجلي كل نهار جابتها معايا الصداع، كل نهار مقنقره معايا، دار فيها دوره شيطانيه. قال لها شتي شنو غادي ديري؟ اما تجلسي بعقلك، انا ما غاديش نجري عليك ولا نقول لك راه حيت ما ولدتيش نصيفطك لداركم. جلسي بعقلك واكله شاربه ها انت في وسط منا، ما تجلسيش بعقلك، الباب كثر من عرض كتافك، سير خرجي وسدي موراك الباب. المهم بقات هكاك هكاك. صافي ملي لقات راسها ما عندها ما تنيت مني، ولات سكتت وسقرت وشدات الارض، وليت انا اللي كنولد وبنت عمي هي اللي كتربي معايا. والله العظيم الا خضت الجوانح ديالها وما بقاتش باغا تطير، عيات ما دير، والله يا البنات الا حتى من العشوب كانت كطيبهم وديرهم في اتاي وتقول لي هاكي شربي، وانا كنت سبحان الله داك الريحه ديال العشوب كتجيني لنيفي، كنبقى نتقيه غير بوحدي، ما كنتش كنحمل ريحه العشوب حيت كنعيق بها دايره ليا شي حاجه. شحال من مره والله العظيم الا دارت لي الزيت في الزليج باش نكون غاديه نزحت ونطيح ونطيح الكرش، ولكن ربي ما وفقاش. شحال من مره هدت باش طيحني من الدروج وربي ما وفقاش. الحمد لله حتى ربي سبحانه وتعالى سهل عليا ولدت ولدي الاول، وياها البنات ولدت ولدي ودرتي هي اللي كتربيه. المهم بقيت موراها تقريبا واحد العام ونص بحال هكا كنحمل ثاني مره، هاد المره ربي رزقني بنيه صراحه. بنت عمي عيات كيف ما قلت لكم باش دير المستحيل باش طيح ليا داك الشيء من كرشي، ولكن ربي ما وفقاش. في الاخر ولات كتقول لي اختي وحبيبتي، والله العظيم الا ولادي رباتهم كلهم هي. دابا عندي تبارك الله جوج وليدات وبنيه، وهي اللي ربات ليا وليداتي، وهي اللي كتنوض معاهم المدرسه وتبدل ليهم، البنت كتمشط ليها، الدري كتقاد له كدوش ليهم. انا ولادي والله العظيم غير بالفم فرحانه بهم، وتا انايا ولادي مهليه فيهم، ولكن هي ما كتخليليش فين نقابل ولادي. وحده كتقوم بالواجب، تصوروا كنصبح ناعسه وهي كتصيفطهم للمدرسه، وهي اللي كتبدل ليهم وهي اللي كتصبر ليهم، ولات بحال الخاتم في صباعي.
واخا تقولوا لي لا وما تثقيش فيها وكذا، والله العظيم الا جربتها هي فعلا كتبغي ولادي من قلبها. اما بالنسبه للوليدات ما عطاهاش الله، لان المرض اللي كان عندها في ذاك القرن الاول وتحيد انتقل لها للقرن الثاني وتحيد لها للقرن الثاني. يعني بنت عمي مستحيل شي نهار تولد، وراه قطعها الطبيب من الياس قال لها مستحيل شي نهار تولدي. وحتى العاده الشهريه ما بقاتش كتجيها، مسكينه مشات ليها دقه واحده. انا دابا في العمر ديالي كدا 40 سنه، ومازال لحد الان انا كتجيني العادة الشهرية وكنولد وليداتي. المهم البنات هذه هي القصة ديالي مع بنت عمي، دي الصراحة اش غادي نقول لكم، راها واحد المشرارة منها ما كاين، ولكن دابا حاليا والله العظيم الا توطت للارض حطت سلاحة وما بقاتش متعجرفة، ولات كدير الشقا اكثر مني. راجلي ولا غير كيشوف وكيبقى غير مبوط فيها، كيقول لي سبحان بدل الاحوال، واخا هو ما عندوش معها ولحد الان تداك المعاشرة الزوجية ما كيعاشرهاش، ودائما سامح فيها كنعيا فيها كنقول له لا دبر راسها كيف ما كان الحال، راها مراتك حتى هي ودير معاها زعما الخاطر وهادي وهادي. كيقول لي شوفي هادي راك غير تبليتيني بها، كون صبرتي غير شويه كاع ما نوضش انا نتزوج بنت عمك، اصلا هي ما كتبغيكش وما تثقيش فيها، واخا تشوفيها كتقبل لك ولادك عندك تثقي فيها، راه شي نهار تجمع لك الحب والتبن. كنقول لي كيفاش بحالاش، كيقول لي وعاودني منك هادي راه ما فيهاش الثقه. ولكن انا خواتاتي ما عمرني زعما مؤخرا ما عمرني ما شفت عليها شي حاجه، ملي ولدت الولد الاول وتبعت باختو من تما السيده تبدلت وما بقاتش كيف ما كانت. تصوروا والله العظيم ينفسني النفس كي داير، وحمدني الوحامات كي دايرين، اللي تشهيتها كتجيبها ليا واللي طلبتها كتوجدها. اما الشغل ديال الدار هي حطيها فيه، الا جاو ضياف هي اللي كتحمر الدجاج وهي اللي كتحط وهي اللي انا كتقول لي جلسي مع الضيف تهودي معاهم، انا نجمع وانا ندير وانا نفعل. الشقه معطي ليها، التماره معطيه ليها، وخا الصراحه انا رخي عليها شويه الحبل، ولكن هي اللي عودتني هذا الشيء. وهذه هي حكايتي البنات، الحمد لله على ان ربي سبحانه وتعالى شاف من جيتي وعطاني ربي الذريه الصالحه، وله لا يحرم شيء مسلم في الدنيا هذه لا عيالات ولا رجال. راني مجربه الحرمان كي داير، ويحسن عوان العيالات مساكن اللي ما عندهمش. الله يرزقكم الذريه الصالح الصالحه، وما تقنطوش وما تيأسوش من رحمة الله لأنها واسعة وعريضة. شكرا لك أختي أمينة، ونتمنى القصة ديالي تعرضيها في قناة سمع حكايتي، بغيت نسمعها بصوتك الحنين. شكرا للأخوات الكريمات اللي متبعينك في هذه القناة، كنبغي نشكركم كاملين 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 حيت كتعطيو النصائح. أنا دابا نصيحتي البنات كاملين ما تزربوش وما تقولوش ربي صافي ما عطانيش، وما تثقوش بالهضره ديال الاطباء، راه الاطباء كل واحد كيهضر بداك الشيء اللي قرا وصافي، اما الرحمه ديال الله ربي اللي كيعلمها وواسعه كل شيء. هادشي اللي بغيت نقول لكم، شكرا لكم وبسلامه. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال ختنا نوره، نوره يا نوره ربي نور لك البصيره ديالك، والحمد لله يا ربي رزقك بالذريه، اللهم لك الحمد على سلامتك، والله يرزق كل محرومه يا ربي من الذريه الصالحه. بالنسبه لبنت عمك كنتي درتي واحد الخطا كبير النهار اللي قبلتي انك تجيبيها لراجلك، ولكن ما عرفتش ديك الساعه واش لخاطرك ولا دارت لك شي حاجه، والله اعلى واعلم. اكيد هي عندها شي يد في داك الشيء كامل، وحيت شافت المعجزه ديال الله كيفاش دايره، كنظن ان هذا التعامل اللي كتعامل معاك به ماشي حيت كتدبر لك شي ماكيده والله اعلم، لا ما كنظنش، حيت كانت كراها دارتها شحال هذه، ربما هي كتحس بتانيب الضمير، والحاجه الوحيده والوسيله الوحيده اللي بغات تقرب ليها لله سبحانه وتعالى من خلالها عفوا لله، هي هاد الطريقه هذه ديال انها تربي لك الوليدات وتقوم لك بالمسائل اللي خصك ديريهم نتيا، وكتعاونك في وليداتك وكتعاونك في الشقه ديال الدار. ربما باغا تكفر على ذنب خطير ارتكباته، حيت شافوها الجيران كترش لكم داك الشيء في البيبان، وكذلك داك التزويجه اللي زوجتيها لراجلك ما كانش لخاطرك نتيا، حيت كنتي مصره واحد الاصرار خطير. الزوج ديالك في ديك الفتره اللي كان مسكين غير مبكوم ما كيهضر ما كينطق، اكيد كان وراه شي حاجه اللي تا هو مسكين ما كانش لخاطر. فالحمد لله على ان ربي سبحانه وتعالى فك لك، لا كانت شي حاجه راه تفكت، اللهم لك الحمد على سلامتك. فحاجه وحده ما تظلميهاش نهائيا، مادام انها هي الزوجه الثانيه وما عندهاش الوليدات، وربما ربي ينتقم منها، انت خلي الله سبحانه وتعالى كيف ما كيقولوا ينتقم، لانه المنتقم، وانت تعاملي معها بما يرضي الرحمن. خدمتي انت شغلك، ديري داك الشيء اللي عليك وما ديريش داكشي اللي ماشي عليك، وليداتك حاولي تنتي تربيهم وتعطيهم الحنان ديالك، لان واحد الوقت غادي يروموا ليها هي، وانت ما غاديش يبقاو عاقلين عليك، ولا ربما من بعد يلوموك، حيت ربما انت راميهم
المرتباهم ليا بنت عمك، فاكيد غادي يلومك من بعد يقولك انت ما اهتمتيش بينا، حيت هي في هذه المساله هذه ربما الضمير ديالها كيأنبها وباغا دير اي حاجه باش تريح الضمير ديالها. كاين واحد عاوتاني الاحتمال اخر وارد، ربما كتعامل بهذا التعامل باش تجلب عندها الوليدات باش يوليو يرومو ليها، لان الانسان اللي كيكون مشرار دائما توقع منه شي حاجه ما مزياناش، ماشي دائما نحطوا داك الانسان المشرار على انه صافي تاب ولا مزيان 100%، دائما خلي 50% هكا 50% هكا، نديرو 50% ان هاد السيده عندها شي حاجه في الضمير ديالها وكتأنبها وباغا تغفر الذنوب ديالها بديك الطريقه، ونديرو 50% ديال انها ربما كدير هاد الشيء اللي كيف ما كيقولوا في حاجه في نفس يعقوب يعقوب، صافي قضاها. هاد الشيء اللي ديري نتيا 50 هاك و 50 هاك، ما ديرش الثقه 100% وما تفقديش الثقه 100%، خلي دائما واحد 50% هاكا 50% هكا باش يكون داك التوازن باش ما تصدميش وما تتفاجئيش. وثانتي قومي بالواجبات ديالك تجاه وليداتك تجاه دارك وتجاه الزوج ديالك باش في الاخير ما تلقايش راسك مرميه في التوش. هادشي اللي نقدر نقول لك، شكرا لك، شكرا الاخوات الكريمات، شكرا على حبكم لي ليله، الله يخطيكم عليا الكبيدات ديالي. بالنسبه للصوره المصغره فانا بدلتها كيف ما شفتوا، كل مره كنبدل لكم صوره في شكل، ولكن هذه المره اقررت وزعمت على هذه اللي وليت كنحط لكم مؤخرا. فنتمنى ان شاء الله تقولوا لي الراي ديالكم فيها، واش نمشي على هذا الريتم هذا، واش عجبتكم الصوره المصغره اللي كتحمل الصوره الشخصيه ديالي بطبيعه الحال بالكمامه، واش نبقى على هذا الريتم غادي بحال هكا باش تبقى قناه سمح حكايتي معروفه بمولاتها، واش نبدل لكم ونمشي لكم في داكشي اللي كنت كندير شحال هذه. المهم انتم قروا معايا في هذا الامر، لانني والله العظيم عييت كل مره كنبدل، عييت عييت عييت، فقلت انا نجرب هذه المره ندير ديالي يعني صورتي انا، باش من بعد الا كان الله يسر شي حاجه ديال المحتوى معاد استخدامه ما نطيحش داك القضيه ديال هذا المحتوى راه ماشي ديالك، ونكون عندي دليل ديال ان كاينه صورتي، وخا الصراحه ماشي صوره كامله فدايره لكم الكمامه كيف ما قلت لكم، انا ماشي ما مستعداش نبان بوجهي، فوجهي ما غادي ينفعكم ما غادي يضركم، غير هو كيبقى باش كيحافظ على المحتوى ديالك، ولا وقع لك شي مشكل من بعد كتقدر طالب الحقوق ديالك من خلال ان الصوره المصغره راه ديالك ماشي ديال شي حد اخر. هادشي اللي بغيت نوضح لكم، ماشي حيت حطيتها عجبني راسي ولا انا كنت بغيت نحط راسي، انا حطيت راسي كامله الحمد لله، ما عنديش مناش نخاف وما عنديش علاش زعما نتخبى، الحمد لله مقبول شكلا ومضمون، اللهم لك الحمد لله ازكي نفسي والحمد لله على الخلقه ديال سيدي ربي، فغير ما مستعداش وصافي، وكان ايفيتي انني نبان في السوشيال ميديا خصوصا في هذه الفتره هذه، لانني ديجا بانت في اليوتيوب وما كانش من صالح ديالي، لقيت بزاف ديال الانتقادات، ربما الناس كلهم ما غاديش تعجبهم، ربما كيكونوا راسمين لك واحد الصوره في شكل وكتبان لهم في واحد الصوره في شكل، ربما يلقاوك احسن منهم وما يعجبهمش الحال، ربما الملامح ديالك ما تعجبهمش. فهاد الشيء انا كامل ما كيهمنيش، من اللي كيهمني هو انني نكون دايره داك الشيء بالرضا ديالي، سواء بانت نص ديال الصوره او كامله او ما بانتش كاع، انا راضي على داك الشيء كامل وراضي على داك القرار، غير بغيت نتوما واش معايا في هذا القرار هذا، واش نمشي في هذه الصوره المصغره ولا نبدلها. البنات الله يعطيكم السر، ما تبخلوش عليا، بغيتكم كاملين تحطوا لي كومونتير بهذه القضيه هذه، وشكرا لكم بزاف بزاف، الى ان القاكم، استودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.